أهلا بكم مجددا أعزائنا المتابعين. اليوم راح نعرض لكم أعمال يدوية لطيفة وحلوة تقدرون تخلوها بالبالكوني أو بداخل البيت أو بالحديقة. هاي هنا أني خالة ماخذة فد غصن كبير وخالته بالحديقة ومعلقة عليه هاي الأشياء اللي هاي كلها أني مسويتها، وإن شاء الله أنتوا همين راح أكيد، لأن أشياء بسيطة وحلوة من مواد قديمة ومواد أصلا هي موجودة بالبيت ومواد رخيصة، يعني ما يحتاج يمكن إلا إذا تحتاجون شيء بسيط يلا تروحون تشترون من الخارج، وأشياء مثلا قناني يعني مال زجاج أو بلاستيك أو قناني مال مي، هاي كلية اللي تشوفوها هاي بس الأكسسوارات اللي هاي القديمة اللي احنا من نحتاجها نبدي نخليها على هاي الشغلات. وراح نعرض طبعا امامكم هاي الشغلات اللي انتم هسه تشوفوها، هاي الاشياء اللي كلها مسويها، وان شاء الله راح نسويها كل وحده راح نسويها بفيديو منفرد، يعني كل شيء كل عمل راح نسويه لان ياخذ يعني وقت طويل، وبعدين انتم هم تملون كل قطعه من هاي القطع راح نسويها، وكلها هاي اشياء بسيطه من يعني راح تشوفوها موجوده اكيد يعني عندكم تلاحظون هاي يعني شغلات بسيطة حلوة. هذا قنينة بلاستيك خضراء بس ثقبتها من تحت وخليت بيها فتشي اكسسوارات، هاي كليتها هاي بدها تشوفوها طوب يعني عبارة عن كرة، وهاي كرة وسويتها يعني في الطريقة بحيث خليتها تصير بالضبط مثل قارورة، وبداخلها خليت تشوفون يعني فلوس يعني ما يعني نقود خليت بيها وشغلات يعني ضافت فتشي الى فتشي شكل حلو. هاي كلها اللي تشوفوها شغلات من البلاستيك اغلبها، الزناجيل السلاسل اللي انتو عندكم القديمة كلها هاي الشغلات راح تشوفوها هسه، بس مجرد ان دعبض لكم اياها. هذا قنينة مال زجاج، هذا اكيد همينا راح تشوفوه بفيديو منفرد وحده، وراح تشوفون شلون يعني انا مسويته. يعني هذا الشكل هسه راح تشوفوه ما تتخيلون انه هو من شنو بالضبط، يعني شغلات بسيطه جدا احنا احيانا يعني نرميها بالعفو بالمحاوية النفايات، بس رتبتها سويتها بهالطريقه تغير الشكل. هذا همينه كان مجرد يعني قنينه لونها ازرق حلو عجبني، وضفت لها من هاي القناني مال المشروبات الغازيه يعني قصيتها وصارت بهالشكل. هسه طبعا احنا راح نشوف العمل، راح اشوف اشوفكم اياه يعني قدامكم، راح تشوفون وحده من هذولا، بس راح ناخذ واحد من ذولا ونبدي نشتغلها. شغلة بسيطة جدا يعني ما بيها يعني اي صعوبة. هاي سبع عيون اني هم مسويتها، يعني فد شغلات حلوة وبسيطة، وبيها بعد اكو اشياء هواية حلوة ان شاء الله همينا راح تتفرجون عليها. هاي بس حتى اشوفكم الشغلات اللي شلون راح يعني مجرد حتى تضيف لحديقتهم وحديقتكم فد شيء شكل حلو اللي يجي راح يتفرج يعني عليها. يعني اذا من اعمالكم اعمال ايديكم يعني شغلكم اكيد راح يعني من احد يقولكم حلوه راح اكيد راح تفرحون، يعني لان شغله فنيه وحلوه يعني انتم راح تستفادون منها. هاي الزجاج قناني مال الزجاج يعني، وهذا بلاستيك يعني هالموجود اللي اني عندي، بس طبعا بس دا اشوفكم اياه.
هاي اخذنا القنينه مال مال المشروبات الغازيه اللي هي البيبسي يعني، نقصها فد مثل الشريط. انتو حسب شون تريدون تسوون فد شكل حلو، تريدون تسوون بيها مثلا شكل بيها زخرفة، او اني ما راح اسوي زخرفة بس مجرد حتى اشوفكم اياه مثلا من فوق زخرفة او فد شكل مثقبة يعني تقدرون. باعوا هسه خليتها اني على الطباخ لان اسرع لي، يعني أبالي أخليها على الشمعة بس أسرع على الطباخ، وراح شوف راح تنضاف ألوان حلوة تطلع بالقطعة. هي لونها رصاصي تقريبا يعني فضي، راح تتحول إلى لون ذهبي. هسه شوفون راح تتحول إلى لون ذهبي بس بألوان، كأنه بألوان. هاي تشوفون بالضبط تصير يعني الوان بيها، الوان اصفر اخضر احمر حلوة تصير، فد الوانها حلوة بس تتعرض الى النار. هاي هسه ناخذها يعني طبعا بس دا اشوفكم شلون ناخذها. ناخذ هاي القنينة، اي قنينة بلاستيك او زجاج اي قنينة عندكم انتو، فد مرات قناني تجي حلوة حتى بالمي او بالعصائر تخلوها هنا. تريدون من الحواف الحافات تسوون في الزخرفة حلوة مرتبة، انتو شون هذا الشريط اللي هو اللي قصيناه وحطيناه على النار، تقدرون انتو شون تسوون بأشكال مثلا تسوون دوائر وتلزقوها، تريد تسوون مثلثات وتلزقوها. بس اني خد بس حتى اشوفكم، هاي طبعا صغيرة فضتنا قطعة من ادها لان القنينة شوية كبيرة. خلينا تحت اللي هو الصمغ او الغرة او اي شيء مهم يلزق، لان اني خليتها قطعتين فلازم اشد عليها فد خيط ابقيها فد تقريبا ساعة حتى تلزق حتى ما بعدين يعني تنشلق. هاي اني سويت هذا الشكل، انتو شو تريدون تسوون، تريدون تسوون دوائر او اي زخرفة تريد تسوون عليه، تقصقصون مربعات مثلثات، مثلا تقصون على شكل طير على شكل مثلا حيوان او شكل يعني عين او اي شيء يعجبكم. هاي هنا لزقت امسحها حتى لي يلزق، تصير بعدين من يلزق الصمغ ما يروح. هذا اللي انا مسويته قبل، كان يعني مسويته قبل فترة، شوفوا من شديته وخليته كلش قوي صار بعد ما ينشلع اصلا. وشوية مسويه له الى زخرفة تقصقص من فوق يعني مقصقصته. شيء حلو مرتب وبكل مكان تقدرون تستحي. هاي همينة مع زيت الزيتون يعني قزازة، وهم خليت نفس الشيء يعني زجاج يعني خليته. هاي بس حتى يصير عندكم فكرة يعني انه الشغلات ممكن بأي زجاج ممكن أو أي بلاستيك ممكن واحد يستخدم. هاي بعدين راح نشوفها معروضة بغير فيديو شون حاطيها وعرضتها أني بالحديقة وعرضتها بداخل البيت. هاي بعدين صارت هيجي يعني هو فد شي بسيط بس حاولت أشوفكم يعني أنتوا أكيد إبداعاتكم وأفكاركم وتقدرون هواي شغلات تسوون من عدها. هذا نبدي نحط هسه يعني الزخرف عالي، شو تريدون تحطون خرز او تحطون فصوص او تحطون قطع مثلا مال
يعني اي شيء انتم شئتكم اكسسوارات تقدرون تلزقون عليها. اساني فتشي بسيط سويته حتى يعني ما اطول الفيديو، اخليكم يعني انتم افكاركم تطوروها، كل شيء تقدرون تخلون، كل شيء تقدرون تخلون على القنينة البلاستيك. اكو قناني حلوة والله تيجي كلش لطيفة، يعني واحد يلونها ازرق اخضر لون فيروزي تركواز، يخلي هالاكسسوارات اللي يذبها حرامات واحد يستخدمها قطع ألزقها، وبعدين هسه راح نلونها. رسم هذا اللون الأحمر همينه صبغ أظافر، ما يروح صبغ أظافر ايش قد ما حتى لو راح تقدرون مرت الله تعيدون فوقه. هاي كملناها همينا نفس الشيء، هم صبغ اظافر لون تركواز لونه، لان بسرعة ينشف. انا ليش استخدمته؟ بسرعة ينشف. هاي زنجيل او سلسلة خليت بيها، وفد شيء حطيتها مثل على الرقبة مال القنينة. صار في الشكل حلو. والفوق هاي مالتها الغطاء همين لونته بصبغ اظافر ذهبي، يعني شكل تماما يتغير بس واحد يضيف له شغلات حلوه اكسسوارات الشكل يتغير. شي صار حلو، ممكن تخلوه بغرفه الغرفه مالتكم على المنضده، انت تخلوه باي مكان على الرف، تخلوا بالحديقة، تخلوا بالصالة، يعني فتشي يعني حلو مرتب. وهذا أصلا سوار مال يعني سوار مال طفل هيجي بس قوي، وقصيته وخليته على الرأس مال هاي مال هاي القنينة الزرقاء اللي سويناها. هاي تقريبا خلص، يعني ما بقى بيه فتشي. اي اضافة تقدرون تسووها، يعني اي اضافة تقدرون تحطوها. هاي خلينا هنا على هذا الغصن اللي هو اصلا انا قصته غصن وخلته بين شجرتين، واخلي عليه شغلات حلوة، يعني اللي يجي يتفرج عليه شوفه حلو مرتب من شغل ايديكم. هاي نفس الشيء همينا حاولنا نعلقها، يعني حطينا سلسلة بالرقبة مال القنينة، ومن النهاية وقدرنا نعلقها. انتو طبعا ترتيبكم شلون، شوفوا شلون تضيفون شغلات حلوة ومرتبة. شكرا اعزائي المتابعين لمتابعتكم الفيديو، ان شاء الله نعرض فيديوهات اخرى للاعمال اللي شفتوها، كل عمل منفرد بفيديو، ولا تنسون بصمتكم الحلوة على الفيديو اذا عجبكم. شكرا.